أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن مملكة البحرين ماضية في طريقها نحو المحافظة على الموروث الشعبي بما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باعتباره يمثل جزءا مهما من تاريخ البحرين ومحطة من محطات مجدها التليد مؤكدا على أهمية تقديم المبادرات الرائدة التي تساهم في المحافظة على الموروث الشعبي لمملكة البحرين والعمل بصورة تكاملية أكبر وبطريقة صحيحة نحو ربط الأجيال الحالية وأجيال المستقبل بتراث الآباء والأجداد. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لطاقم عمل برنامج السارية بحضور سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في حديثه مع طاقم البرنامج يعتبر الموروث الشعبي جزءا مهما من تاريخ البحرين وقد ارتبطت به ثقافة أهل البحرين منذ القدم كما أن الموروث الشعبي يمثل منبت الهوية الوطنية ويبعث على تعزيز قيم الولاء والانتماء لمملكة البحرين لذا فقد حرصنا على دعم برامج ومبادرات الموروث الشعبي لتشكل جسرا من جسور التواصل بين أجيال الماضي والحاضر وأجيال المستقبل لينتقل لهم الموروث الشعبي البحريني بصورة صحيحة وليتفاكروا في تراث البحرين القديم. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الموروث الشعبي لمملكة البحرين وتوثيقه من خلال تعليم جيل الشباب لما هو الموروث الشعبي وبأهميته بالنسبة للبحرين والعمل على تشجيعهم من أجل تعلم فنون الموروث الشعبي ومعرفة تاريخه وتكوينه والانخراط فيه باعتباره جوهر هويتنا الوطنية. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الإعلام شريك أساسي في ترسيخ هوية الموروث الشعبي لمملكة البحرين وهو الأمر الذي اتضح من خلال الجهود الكبيرة التي بذلها طاقم الفريق والذي كان له الدور الأساسي في نجاح البرنامج وجعله من البرامج التلفزيونية التي حققت نجاحا كبيرا ومتابعة جماهيرية متميزة. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره لطاقم الفريق والجهات الرسمية والخاصة التي ساهمت في نجاح البرنامج والوصول إلى الأهداف التي وجد من أجلها في تعزيز هوية الموروث الشعبي البحريني. يذكر أن برنامج السارية أقيم بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى لجنة الموروث الشعبي برئاسة السيد خليفة بن عبد الله القعود وبالتعاون مع وزارة شؤون الإعلام حيث حاز البرنامج على إقبال كبير من المشاركين من داخل وخارج البحرين. من جانبه أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة المستمر لقطاع الإعلام يعكس حرص سموه على تطوير هذا القطاع الحيوي والنهوض به باعتباره مرآة تعكس هوية الوطن ومنجزاته الحضارية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه. وثمن سعادة وزير الإعلام الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لبرنامج المسابقات التلفزيونية السارية والذي بثه تلفزيون البحرين خلال شهر رمضان المبارك ومؤكدا أن دعم سموه كان له الدور الأكبر في إنجاح هذا الإنتاج الوطني الذي يهدف للحفاظ على موروثنا الشعبي وتاريخنا العريق ونقله للأجيال القادمة. تقدم سعادة وزير الإعلام بخالص الشكر والتقدير للجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ولشركة الاتصالات السلكية بتلك على دعم البرنامج والتعاون المستمر مع وزارة الإعلام لما فيه تعزيز الدور الحيوي لإعلامنا الوطني. وشدد سعادة وزير الإعلام على أن الوزارة مستمرة في خططها وبرامجها الرامية لتعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على التراث البحريني الأصيل وتطويره.